ربما يكون من الصعب بل من المستحيل جمع كل الأحداث السياسية والاقتصادية التي شهدها العام المنقضي في تقرير واحد، إلا إذا كان زمن التقرير يومين على الأقل، فما بين انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة وجلسات مجلس نواب تصدرت أحداث أخرى المشهد السياسي في كل أنحاء البلاد، وأحياناً تجاوزتها إلى العالم، خاصة مؤتمرات الشباب التي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقدها دورياً ومنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، تحركات رئاسية على المستويات في الداخل والخارج، زيارات إلى العديد من عواصم العالم ربما يكون أبرزها حضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، جولات ميدانية في مختلف مواقع العمل والإنتاج، خاصة المدن الجديدة التي تبزغ للنور معلنة بداية عصر جديد من الحياة الذكية، تدشين وافتتاح مشروعات قومية في كل المجالات من الكهرباء إلى الأسمنت ومن الصرف الصحي إلى الطرق ومن الأسمدة إلى الصوب الزراعية، وبعيدا عن الرئيس والحكومة شهد العام المنتهي انتصارات جديدة على فلول الإرهاب في سيناء وغيرها من المناطق، إذ وجهت قوات الجيش والشرطة ضربات متتالية موجعة أسقطت عشرات الإرهابيين، كما حقق الاقتصاد القومي تقدما ملحوظا في العديد من المجالات بحسب شهادات مؤسسات دولية مشهود لها بالثقة في التقييم، وسط تحركات على جميع المستويات باستمرار النجاح في العام الجديد الذي يبدأ خلال ساعات.